قوم بعمليات الإحماء. هذه كرة إلى داخل منطقة الجزاء. الأول الأول الأول، الهدف الأول لمصلحة أتلانتا. الضيوف يسجلون الهدف الأول، الهدف الأول لمصلحة أتلانتا. حطها في الجول، رأسية في المرمى، وتقدم أتلانتا على مونزا. نعم، ديكيتيلاري هو من يسجل، البلجيكي طويل القامة المهاري الفنان. نعم، لديه الإمكانيات بمختلف الأماكن، وهنا يسجل من هذه الضربة الركنية. هناك كان صراع مع غالياردينيو، هناك كان صراع مع غالياردينيو. هدف أول بالرأس، هنا نشاهد الهدف مرة أخرى. نعم، الكرة ضربت رأس ديكيتيلاري، هو من سجل، هو من وضعها في الشباك. أتلانتا والأخبار السارة يا غاسبريني تتواصل. نعم، بعد التأهل في اليوروبا ليج، الآن لديه المساحة كذلك الأمر باتجاه أديمولا لوكمان من أجل ثاني الأهداف. هنا التمرير حضره، والإنهاء ما أحلاه من البلال توري، والهدف الثاني لمصلحة أتلانتا. البلال توري يسجل ثاني أهدافه في الدوري الإيطالي هذا الموسم. يا عيني على الكرة الجميلة من أتلانتا، هجمة ولا أحلى من اليسار، والإنهاء في المنتصف. نعم، من المالي يغني أحلى الأغاني ويضيف الهدف الثاني. هنا الكرة، هنا العملية بدأت من منتصف الملعب، بدأها نعم البلال، هو من بدأها، صنعها من ثم أديمولا لوكمان، وأنهاها المالي في أجمل الأماكن، يسجل الهدف الثاني. أصبحت هدفين لمصلحة أتلانتا، أصبحت الآن التفوق لمصلحة أتلانتا. لكن هذه المباراة لم تنتهي، تفوق أتلانتا بهدفين في المباراة الماضية، ضيع التفوق اليوم أتلانتا. جدا بوندو في هذه المباراة، هنا المحاولة لمصلحة نادي مونزا، يقترب من منطقة الجزاء، فرصة من زيربين اليوسون، طلب تسديدة ولا أحلى، يستحق الهدف. نعم، مونزا يعود في المباراة، مونزا يعود في هذه المباراة بهدف جاء عبر مالديني وليس زيربين. مالديني يتألق مرة أخرى بهدف ولا أحلى. نعم، التوغل والتسديدة من بعيد، ردة فعل لم تكن الأفضل من كارنيسيكي، ولكن مالديني ولا أحلى هذا الهدف. مالديني يسجل، يعيد الأمل، دقائق قادمة ستكون فعلا مثيرة للاهتمام. بائدة من كلمة لو المتقدم الآن فالنتين كاربوني. فالنتين يواصل، هذا الأرجنتيني المهاري مررها إلى بوندو يمتلك الكرة. مونزا الآن بخيار من أجل إدراك التعادل، تمريرة أولى وتسديد، الكرة في العارضة، ضاع التعادل على مونزا بطريقة مجنونة في الكرة الأخيرة. الكرة ترفض أن يتعادل مونزا. هنا الشاهد الإعادة في هذه الدراما المتأخرة. نعم، ضربت العارضة أو ضربت القائم عفوا، ولكنها لم تدخل في الشباك.